وصلنا معكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي مع العمل الإنساني والتطوعي اللي بيعطي قيمة كتير كبيرة للإنسان وبيخليه يحس بقيمة كل شيء عم يعمله. من بداية شهر رمضان المبارك ونحن عم نحاول نضوي على عمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات اللي عم تقدم كل الدعم والمساعدة للناس المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك. اليوم ما رح نتعرف على جمعية الشباب الخيرية. هي الجمعية الموجودة من 2005 وما زالت مستمرة لوقتنا هذا. رح نحكي أكثر رشا عن حملتهم الجديدة جود من الموجود. أكيد وقت نقول جود من الموجود اليوم عم نحكي بالشهر الكريم وبهذا الشهر بيزيد الخير عند السوريين، وأثبت يعني للأمانة الشباب السوري بشهر رمضان وجودهم دائما على الأرض، مو بس بشهر رمضان، بكل الأزمات اللي مرقت بسوريا شفنا اليوم حملات تطوعية وجمعيات خيرية كانت موجودة على الأرض، ولكن بالشهر الكريم نشوف الحركة صارت أكثر، بنشوف مطابخ خيرية، بنشوف اليوم سلة الغذائية عم تروح للناس الأكثر احتياجا، وهذا الشيء نحن جدا بحاجته ضمن هي الفترة. حنروح لنحكي أكثر عن حملة جود من الموجود، يعني الاسم لحاله بدل أنه نحن رغم كل شيء عم نحاول نقدم بأقل إمكانيات عم نحاول نقدم شيء. وضيفتنا لليوم هي الأستاذة ريهام عشماوي منسقة قسم الإعلام في جمعية الشباب الخيرية. يسعد صباحك ورمضان كريم. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير. كل عام وانت بألف خير. خلينا بداية أستاذة ريهام نوضح للمشاهدين نعرفهم أكثر ونذكرهم بجمعية الشباب الخيرية عن طبيعة العمل عن البدايات والتأسيس. تفضل. تمام. جمعية الشباب الخيرية هي جمعية أسرت عام 2005 من وزارة الشؤون الاجتماعية. جمعيتنا هلأ مجالات الخدمة فيها كتير متنوعة، بين الإغاثة، بين التدريب والتأهيل، مركز خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز أنتم في أعيننا للإقامة المؤقتة. تميزنا بالجانب الطبي عن طريق عدة مراكز طبية توزعت على المحافظات السورية. نعم. بالإضافة لكرفانات طبية كمان بتقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا. طيب إذا رجعنا من خلالك ريهام اليوم لذاكرة هي الجمعية وأهم الأعمال والمشاريع اللي اشتغلتوا عليها، شو بتذكري لنا اليوم؟ هلا في مشاريع عندنا دائمه كل سنه بتقوم، من بيناتها مشروع الجود بالموجود. المشروع الجود بالموجود هو المشروع الرمضاني اللي كل سنه الجمعيه بتقوم فيه. خلينا نشرح عنه اكثر هذا المشروع. تمام. مشروع الجود بالموجود هو مشروعنا الرمضاني كل سنه على مدار 9 اعوام متتاليه قلنا عم نستمر فيه. مشروعنا هو عن مبدئيا هو تقديم سلات غذائيه للاسر المسجلين بالجمعيه، بيشمل اسر الاشد فقران، اسر الايتام، اسر ذوي الاحتياجات الخاصة. هلأ مشروعنا تقريبا كل يوم عم بيتم تقديم 50 سلة. السلات الغذائية بتحتوي المواد الغذائية اللي بتحتاجها كل أسرة. هلأ المواد اللي بتاخدها على الفطور وعلى السحور، يعني المواد التموينية فينا نقول، بالإضافة لمطبخ سكبة رمضان. مطبخ سكبة رمضان هو عم بيتم فيه تقديم يوميا تقريبا 400 وجبة لإفطار الصائمين. أكيد مشكورة جهودكم وجهود كل مؤسسة وكل مبادرة اليوم تطوعية أو خيرية عم تقدم المساعدة. خلينا نحكي أكيد في تحديات اليوم بتواجهكم أو صعوبات خلال عملكم، خلينا نوضح. أكيد هلأ التحديات مثل الوضع الراهن، هلأ الارتفاع التكاليف، فينا نقول قلة التبرعات هاي السنة. هلأ المواجهة أكيد بجهود أهل الخير، يعني ما فينا نقول إنه مقطوعة، بس يعني هلا ونحن اكيد يعني مستمرين مثل ما بنقول انه فرق غرض واحد بيعمل فرق. تمام. طيب خلينا شوي نرجع للسلل الغذائيه ووجبه الافطار. اليوم انتم عم تشتغلوا ضمن داتا، يعني اليوم لحتى تقدروا توزعوا للناس خلينا نقول اللي هي اكثر احتياجا، المفروض اليوم يكون في تشبيك بينكم وبين اذا قلنا الشؤون الاجتماعيه حتى مخاتير الحارات. يعني اليوم كيف اشتغلتوا على هي النقطه كرمال توصلوا للانسان الصح؟ هلا نحن عندنا ضمن الجمعيه مثل ما ذكرت لك انه نحن عندنا مجالات الخدمه متنوعه. فنحن بالاساس عندنا من الاسر فقراء الحي، في اسر مسجله عندنا، عندنا اسر ايتام، في عندنا قسم كامل للايتام لكفاله الايتام، فعندنا اسر ايتام مكفولين، عندنا اسر اشد فقرا مسجلين بقلب الجمعيه، واسر ذوي احتياجات خاصه مسجلين. هدول نحن كل يوم في تقريبا 50 سله غذائيه عم بيتم توزيعها، بالإضافة للتشبيك. هلا دائما في تشبيك مع الأشخاص المعنيين، في تشبيك مع الجمعيات الأخرى بحيث إنه عم بنوزع الوجبات الغذائية للمناطق.
تمام. لما نقول جمعية الشباب الخيرية موجودة من 2005 لحد هيدا الوقت، سنوات طويلة من العمل والجهود المبذولة، اليوم من ضمن الجمعية والأشخاص الموجودين فيها، شو اللي تميز أو شو اللي جديد يلي قدمتوه من هداك الوقت لهيدا الوقت؟ شو التغيرات يلي صارت ضمن الجمعية؟ هلأ كل سنة في تغيير جديد، فينا نقول في فرع جديد للجمعية. الجمعية عم تشتغل على أهدافها عن طريق الأقسام يلي موجودة فيها. هلأ نحن في عنا قسم مشروع أنتم في أعيننا، هو للإقامة المؤقتة لذوي الأطفال المرضى بمشفى الأطفال. هلأ بضم المركز هو غرف إقامة، هو دائما أو من بدايته هو بدعم من السيدة الأولى، بيضم غرف إقامة مؤقتة لذوي الأطفال المرضى بمشفى الأطفال الجامعي، بالإضافة لمركز كفالة أيتام بيقدم خدمات الكفالة للأيتام، دورات تدريبية، رحل ترفيهية، مركز تدريب وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، فيه أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة فئات. كل طفل عم يتدرب ويتأهل حسب برنامج خاص لكل طفل حسب كل حالة، بالإضافة لحملة دعمكم حياة اللي مشاركة فيها الجمعية حاليا. دعمكم حياة هي لدعم المرضى بالقصور الكلوي. طيب خلينا نروح، ذكرتي نقطة قلتي إنه هاي السنة كانت شوي في قلة بالتبرعات اللي وصلت للجمعية، واليوم نحن بحاجة للمجتمعات الأهلية، بحاجة للمغتربين، بحاجة لكل الفعاليات الخيرية ليكون في تشويق بهذا الشهر. عم تشتغلوا شيء كرمال تحفزوا هاي القصة عند الناس إنه أنتوا اليوم يعني منهم للأشخاص الأكثر احتياجا كتبرعات؟ يعني كتبرعات اكيد قلت لك نحن بهمه اهل الخير نحن مستمرين، يعني هلا كتبرعات نحن حتى مو ضروري تكون سله كامله، لو جزء واحد من السله هو عم يعمل فرق، يعني غرض ورا غرض مثل ما بيقولوا انه مستمر. يعني شخص فيه يروح يقدم اغراض، تمام، مو ضروري القصه ماديا، يعني مو ضروري تكون القيمه ماديه. هلا هي تكلفه السله 300,000 عنا، مو ضروري تكون القيمة مادية، فيه يقدم قيمة مالية أو غراض أو مجموعة أو سلة أو ممكن عدد من السلات، أي شيء بيقدمه نحن بنقدر نقدمه. طيب كونه اليوم موجودة حضرتك اليوم على الهواء كرمال نستفيد أكثر من الأيام اللي بقيت بالشهر الكريم، أي حدا اليوم حابب يقدم لكم شيء كيف الطريقة؟ هلا طريقة التبرع فيه يتواصل مع أي مركز من مراكز الجمعية، نحن كلياتنا موجودين، فيه يتواصل معنا عن طريق الأرقام الموجودة عندنا على الصفحة، صفحاتنا موجودة عندنا 4 صفحات فيسبوك، وعندنا الأرقام الموجودة أو عن طريق حساب الجمعية البنكي ببنك الشام. تمام. يمكن من الشغلات المهمة بالجمعيات يكون في لها تواجد بأكثر من محافظة، جمعية الشباب الخيرية وين موجودة؟ عم تكون موجودة بأغلب المحافظات، عم تقدم مساعدات، خلينا نوضح أكثر عن مراكز تواجد الجمعية. هلا مراكزنا الطبية هي متوزعة على المحافظات، موجودين نحن بالشام، موجودين بطرطوس، باللاذقية، بدير الزور. طيب خلينا نروح لوقت نقول جمعية خيرية، عم نحكي عن شباب عندهم نفس تطوعي، نفس خيري، واليوم كرمال هاي الجمعية تقدم خدماتها للناس اللي عن جد تستحق، مفروض يكون في فريق. خلينا نحكي عن فريقكم انتو بشكل خاص، عن الشباب والصبايا المتواجدين، وقديه اليوم مهم تفعيل ثقافة التطوع. هلا نحن عندنا موجود فريق الشباب التطوعي، هو الفريق المسؤول على الحملات. هلا كل شيء حملات اغاثيه نوعا ما بتكون فيها الجمعيه بكون فيها هدول الشباب، بتلاقيهم همه عاليه كثير هلا خصوصا بشهر رمضان، الصبح تحصيص السلات، بنبلش من بكير تحصيص السلات الغذائيه، كل يوم تقريبا 50 سلة، بعد التحصيص هلا بتم توزيعها على حسب الاليه المتواجده بالجمعيه، بعدين بنبلش بالمطبخ، مطبخ سكبت رمضان، بتلاقي شو طابخين اليوم؟ اليوم طيب يعني من الصبح على التقطيع على الفرم على الهي، وبالتعباية يعني كتير كتير مهم دور الشباب. قد عددكم اليوم؟ في عدد أو مفتوح باب التطوع عندكم ما؟ أكيد. أي أكيد مفتوح باب التطوع، أي حدا بيحب يشاركنا نحن موجود عندنا رابط التطوع على صفحات الفيسبوك. طيب خلينا نوضح شو هي المشاريع القادمة أو المبادرات، خصوصا معروف عنكم ضمن الجمعية دائما في نشاطات جديدة. تمام. هلا دائما يعني حسب كل شهر في عندنا نحن نشاط جديد، اخر نشاط كنا عم نقوم فيه هو مشاركتنا بحمله دعمكم حياه لدعم المرضى المصابين بالفشل الكلوي، والاضافه هلا عندنا بالاشهر القادمه الشهر الوردي شهر 10، اكيد كل سنه جمعيه الشباب بتكون حاضره بهذا الشهر بحمله ضد السرطان والحمله 16 يوم. طيب اليوم خلينا نروح للشق الاعلامي، اليوم انتم الشباب نفسهم اللي عم يعملوا السكبه وعم يجهزوها وعم يوزعوها،
بيروحوا ايضا خلينا نقول العمل الميداني الاعلامي، اليوم اعلاميا كيف عم تخدموا الجمعيه؟ هلا اعلاميا نحن كل يوم في عندنا نشر لآلية العمل، عندنا كل يوم نحن بننزل معهم هون، يعني نحن كلياتنا من الشباب على المطبخ على السكبه على التحصيص، اكيد في القنوات الدعم الاعلامي موجود. نزلوا على صفحتكم شو عم تشتغلوا، بتوثقوا هذا العمل توثيق. كمان يمكن باغلب الجمعيات اللي بنعرفها بيكون في جانب نفسي، جانب للدعم النفسي، هل هذا الشيء موجود اليوم ضمن الجمعيه عندكم؟ اكيد موجود. نحن لمين موجه؟ مين الفئه المستهدفه؟ وكيف شو هي المواضيع المطروحه؟ تمام. هلا نحن عندنا مراكز مجتمعيه، مراكزنا المجتمعيه موجوده عندنا مركز بريف دمشق بسقبه، وموجود عندنا مراكز بدير الزور بالميادين. هلا نحن الفئات المستهدفه سيدات اطفال ورجال، بيتم تقديم الدعم النفسي حسب كل حاله شو محتاجه، جلسات جماعيه جلسات فرديه. بالنهايه بدنا نشكر كل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها، يعني شكرا عن جد من القلب لكل الشباب السوري اللي شفناهم متواجدين بكل الازمات اللي مرقت على سوريا، واليوم بشهر الخير اهل الخير كمان كانوا موجودين. نتمنى لكم كل التوفيق. رساله من حضرتك لكل حدا عم يشوفنا لليوم، شو حابه توجهي بالشهر الكريم؟ نحن كلياتنا موجودين وانتم اهل الخير، اي حدا بحب يشاركنا نحن موجودين عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك او الارقام الموجوده. أكيد. بالختام شكرا لك ريهام ولكل جهودكم اليوم ضمن الجمعية، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك.